انه الناس ملي كيبغيو يدخلوا واحد الريزو يعني ملي كيبغيو يدخلوا الكات جي ريزو ولا يعني الكات جي يعني تيبغيو يدخلوا الانترنت ذاك الروتور اللي كيخدم بالريزو كاين كاين المشكل الاول اللي كيوقعوا فيه هو اولا الخطا الاول اللي كيوقعوا فيه هو انهم ما تيتشيكيوش بعدا ديك لازون اللي غيكونوا اللي غيحطوا فيها داك الجهاز واش وصلها الريزو مزيان. هذا المشكل الاول. المشكل الثاني ان هذا النوع ديال الكونيكسيون هادوك لي بوكس اللي كتانستاليو دوك لي بوكس راه سو سون با فيابل. هادوك لي بوكس ما تقدرش تضمن فيهم الصابيب. نعطيك هي مثال. دابا حنا داخلين على الشتاء غتبدا الشتاء ملي تتكون الشتاء تتكون الضبابة هذاك الصابيب غادي يضعف. علاش؟ لانه كاينين عوامل خارجيه اللي كتمثل في داك الضبابة وديك الشتاء كتاثر على داك الريزو. ها الكونيكسيون ما غتكونش عندك مزيانه. مثلا الا كنتي هسي جواد انت فواحد البلاصه اللي فيها لي فريكونس راديو بزاف تقدر باغ اكزومبل انت كاين في حداك واحد المصحه اولا حداك شي اجهزه اللي كيتامي فيهم لي فريكونس راديو بزاف غياثر ليك على هذاك الكات جي ديالك. شي سونتر تيديروا فيه الراديو غياثر ليك على داك الريزو ديالك لان هادو كنتي قريب للمطار غياثر على الريزو ديالك. فلهذا اخويا خاصك اولا تشيكي مزيان فين غادي يعني حاول انك مثلا شي واحد عنده تليفون انوي ولا هذا تيستي معاه عاد ديك الساعه شري وحط واخا شري وتحط تكون الكونيكسيون مزيانه اولا داك النهار مزيانه خاصك تعرف انه ما يمكنش تضمن يوميا هذاك الصابيب لانه كاين كما قلت لك عوامل بزاف اللي تقدر تخلي هذاك الريزو عندك ما مزيانش.